نشكلوه ولورا كيدير لنا داكشي عندنا لي ستوري مزيان غادي نجيو الميزانيات الاخرين كنا كنسجلوا فائض مره هكا 5,600,000 مليار في غالب الاحيان كنا كنشدوا بهم شي حاجه من المصالح الامنيه كذلك في السنوات الاخرى تنتصر الحصه ديال الضريبه على القانون المضاف يمكن الناس حاطين شكون تقول هذا الكلام ولكن ماشي ذنبي انا ملي كانت الضريبه هي 30,000,000 ديال الدرهم اللي مولا 12 ماشي اللي درتها هذا قرار ديال وزاره الداخليه لأن البلاد في الأزمة المالية ارتقت أن المجالس الإقليمية على الصعيد المغرب نقصلو مزيان ملي غادي نجي نحطو هادشي نبوبو ونحطوه في اليمين ديالو المصاريف وكذا غادي نلقى عندنا عجز ما دور الرئيس هادشي اللي كتقولو مزيان يقلب على أن الإيكيليبري يقلب على مداخل حنا جميع ماشي الرئيس يعني عنده فكرة يعني نجي نجد شوي لماذا لا الرئيس حنا عندنا المداخل ديالنا محدودين ما عندناش غابات وراه عندنا الكيرميات ديالو ما عندنا ديال ليفيزي تكنيك فيهم كاع اللي باقي في القضاء واش راه معروف الكرة خلي دابا الهضرة راه من الخطاب موعدو داكشي اللي كنقولو صالح حتى الكيرميات ان شاء الله تعالى واخا ما يعجبش ما يقدر ما يعجبش حتى الشارع ولا شي واحد اللي غنقولو وريني ان الميزانيه ديال السنوات اللي فاتت باستثناء الطاقه الشمسيه اللي بقات كتجمع واحد الكيوبيك ودرنا فائض واقترحنا ان ندير منه طاقه شمسيه من غيره ما كاينش علاش كنطالبوا الرئيس نقول له 100,000,000 لا لا جزء اخر خليني نهضر علاش كنقول له الرئيس دابا هذه الميزانيه اللي بين يديكم فيها عجز ديال 1,446,460,000 درهم فيها عجز مازال بعدا غادي نهضر علاش كنطلبوا الرئيس نقول له انت في الدوزيام بارتي تسير ما عندك حتى حاجه ما فيهاش ميزو كودرون منين نجي لا جزء اخر خليني نكمل هادشي اللي كيدير المجلس الاقليمي الاخوان راه كيدار باتفاقيات راه السلطه الاقليميه اللي كتحرص على ان تجيب هاد الفلوس وراه مستقبلا على حسب الاخبار اللي كنهضر وزراء المجلس الاقليمي غيولي غير كيخلص الموظفين راه داكشي اللي غادي يكون في الجهه وفي السونترال الميزانيه العامه ربما غير عجلة الوقيته ديال هاد الشان انا اللي بالنسبه لي خصو يتجاوز هما هو الواقع هو الوراق اما الخطا انا عندي اثباتات عندي التدريب العام اللي فات ما جاتش الوقيته ولا ما جاتش دابا وخدمنا بالميزانيه ديال العام اللي فات 12 مليون ديال الدراهم راه عمليه راه بسيطه كتشوفو في الطابو راه الاغلبيه موظفين في تعاون ديال الصوالح ديال الدعم القضائي اللي تم حيت غادي نديرو